المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم اللي تاتي في المركز الثاني وتندفع بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع. المركز الثالث ثالث المراكز، اشوف التقدم واشوف التحرك من ريمه لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها سلطان بن عبد الله بشر الخاطري، يتقدم ابو عبد الله في هذا المسار بينما هجن العاصفه في المركز الثالث وغياث الهلالي يقود الشاهينيه، بينما المركز الرابع لمعالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد تدخلت مع تضمير مختار بن احمد، بينما المركز الخامس اللي وصلت له وتقدمت له في هذه اللحظات رساله لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيج بن سالم بالعرطي الحميري يضمرها. والمركز السادس من الجانب الاخر السادسه، المركز السادس هذه حشيمه لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها خليفه بن خميس الغويص. والمركز السابع وصلت له في هذه اللحظات وتقدمت هذه صوغه لسمو الشيخ زايد بن سيب بن محمد آل نهيان، يضمرها محمد بن غريب بن راشد الكتبي تتقدم، بينما المركز الثامنه وهذه افرح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع. والمركز العاشر من الجانب الاخر هجن العاصفه او تدخلت شاهينيه من هجن العاصفه على المركز التاسع، يضمرها غياث الهلالي. والمركز العاشر هذه صعبه، تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع عبيد بن محمد بالضبيعة. هذه نتيجتنا للعشرة المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط وانطلاقاته وتحدياته الذي يحمل في طيات الكثير من الأسماء والتنافسات والتحديات في ميدان المرموم تحفة الميادين الميدان الذكي، لنتواصل جميعا ونعود بعد إكمال النداء للعشرة المراكز الأولى، نعود مع الكادر العلوي في شاشة دبي ريسنج الذي يحمل هذه المجموعة وهذه الانطلاقات. شواهين غيرت إلى مقدمة الشوط لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، وتضمير مختار بن احمد يتواجد، ابو عبد الملك كذلك في المتابعه. يا سلام المركز الثاني، ثاني المراكز، افراح في المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع يضمرها ابو بطي، يا سلام يقودها في التضمير. المركز الثالث والشاهينيه تاتي في المركز الثالث من هجن زعبيل، أو رسالة هناك، رسالة اللي غيرت على المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيج بن سالم بالعرطي الحميري على المركز الثالث يضمرها، بينما هناك أيضا هجن زعبيل تقدم الشاهينية ضمرها راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، والأربع المراكز الأولى في هذا المسار. وفي هذا اللقاء بينما المركز الخامس هذه الخامسة شاهينية من هجن العاصفة بقيادة وتضمير غياث الهلالي في هذه اللحظات الذيبة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، هي في المركز السادس ويضمرها محمد بن سعيد بن حلوة، بينما المركز السابع شاهينية من هجن العاصفة يقودها في التضمير اللي هو غياث الهلالي، وهناك تتواجد في المركز الثامن هذه حشيمه لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مع خليفه بن خميس الغويص. هذه المراكز المتقدمه في مسار هذا الشوط وتحدياته. يا سلام بنعود مره ثانيه، بنعود لتبادل المراكز وبنعود للتنافس في مسار هذا الشوط والتحديات الجميله مع ثنايا اصحاب سمو الشيوخ وانطلاقتها بهذه الشعارات الجميله التي تحمل انجازات وتحديات رائعه. يا سلام نعود الى المراكز الاولى
نعود إلى المركز الأول الشاهينية من الجانب الآخر، بدأت تتغير إلى المركز الأول من هجني زعبيل، تأتي بهذه المؤسسة الجميلة والحاضرة بكل إنجازاتها وتحدياتها، بينما هجن العاصفة بدأت الشاهينية مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق وهذا أي الاندفاع. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، تغير إلى مقدمة الشوط وتستلم زمام الشوط وتندفع بالمركز الأول، بينما شواهين في المركز الثاني من تعود ملكيتها لمعالي الشيخ محمد بن بطيع الحامد ومختار بن أحمد اللي يضمرها، والشاهينية شواهين الثالثة ولا الشاهينية الثالثة نعم من هجن زعبيل بقيادة المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. هذه الثلاث اللي انفردت، هاي الثلاث اللي باعدت، شوف الفاصل وشوف الموقف اللي الجميل الرائع بالتحديات والأثارة، وشوف المسافة بين الثلاث المراكز وبقية المراكز، مسافة جميلة. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف 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 اللي غيرت شواهين 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 وبدع ثلاب، الله، والانتاج الجميل كذلك في بدع ثلاب والانطلاقات الجميلة في هذا الاندفاع، السلالة الهملولية العريقة لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، ومختار بن أحمد كذلك يقودها، يقود التضمير ويركز مع المسار. المركز الثاني الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، والمركز الثالث في هذه اللحظات هجن زعبيل تقدم الشاهينية وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. اكتفي بالثلاث المراكز وداعتها في هذه المسافة المتبقية، وكاميرتنا ومخرجنا يتجول لكل الأسماء، ولكن خلاص الثلاث المراكز الأولى، الثلاث المراكز الأولى، الثلاث اللي بهنزان اللقى يوم اصلا عند كيلو الامتحان ولعت ما بينه النار اللضا. يا سلام يا سلام، شوف 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 التنافس ما بين المراكز الأولى، أي الشاهينية وشواهين، شاهينية وشواهين. يا سلام، شواهين لا زالت لمعالي الشيخ محمد بن بطيال الحامد، مختار بن أحمد ما حرك ما حرك ما حرك أبدا، الشاهينية من الجانب الآخر من هجن العاصفة وغياث الهلالي يقدم هذه النوعية الجميلة اللي انطلقت واللي شفنا لها قبل ذلك مشاركات وانجازات كبيرة ورائعة. يا سلام، عادت شواهين، عادت شواهين في هذه الانطلاقات، الشاهينية وشواهين، الشاهينية وشواهين، تنافس وتبادل مراكز ما بين الثنتين هجن العاصفة وشواهين لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، ولكنها هجن العاصفة الشاهينية ما طاعت تسلم، ما طاعت تسلم أبدا. يا سلام، هذه اللحظات الأخيرة، وتهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا لهجن العاصفة على هذا الفوز، والتهنية موصولة لغياث الهلالي كذلك في هذا الأداء اللي تقدمه هجن العاصفة. شواهين في المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، والمركز الثالث الشاهينية من هجن زعبيل تأتي في المركز الثالث، المركز الرابع الشاهينية من هجن العاصفة، والمركز الخامس، هذه لحظات وصول المركز الخامس، بنشوف لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، وهي حشيمة. هذه النتيجة للخمس المراكز في وصولها إلى خط النهاية بالأثار، وهذه شاهينية وتوقيتها الزمني على شاشة التلفزيون 9 دقائق و27 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، والتهنية موصولة لغياث الهلالي كذلك بهذا الأداء اللي تقدمه هجن العاصفة، بينما المركز الثاني شواهين توقيتها الزمني 9 دقائق 28 ثانية و7 أجزاء من الثانية لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد. تهانينا وتهانينا لمختار بن أحمد، بينما المركز الثالث تتقدم في ثالث المراكز، وهذه اللي على شاشة التلفزيون مع مخرجنا عبد الله وادي. المركز الثالث 9 دقائق 37 وجزء 1 من الثانية، الشاهينية من هجن زعبيل بقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن روشد. هذه نتيجتنا لهذا الشوط، وهو خامس
الأشواط. انطلق الشوط السادس كذلك ليحمل الأبكار الثنائية المهجنات على صايل في تنافسها وتحدياتها على أرضية هذا الميدان لتحمل